صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. تحيات لكم جميعا. نريد اليوم أن نبدأ سلسلة جديدة عنوانها أساسيات الإيمان المسيحي، وسوف نبدأ اليوم بالحلقة الأولى. الأساس الأول والمهم جدا في التعليم المسيحي هو عصمة الكتاب المقدس، أن الكتاب المقدس نوحى به من الله، وأنه كلمة الله، وأن كلمة الله تحيا وتبقى إلى الأبد. ويسوع المسيح يقول: السماء والأرض تزولان لكن كلامي لن يزول. الرب يعلمنا في كل كتاب المقدس أنه يجب علينا أن نتمسك بالكتاب المقدس ولا نحد عنه يمينا أو شمالا. أريد أن نقرأ معكم بعض الكلمات التي يقولها الرب لنا. نبدأ من كتاب التوراة ومن تثنية الأصحاح الرابع. انظروا أعزائي ماذا يقول الرب هنا. يقول: لا تزيدوا كلمة على ما أمركم به ولا تنقصوا منه، حافظين وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. سفر التثنية الأصحاح الرابع العدد الثاني. في نفس هذا السفر أعزائي لكن الأصحاح الخامس يقول الرب نفس المبدأ: فاحرصوا على العمل بكل ما أمركم به الرب إلهكم، لا تحيدوا يمينا أو شمالا. سفر التثنية الأصحاح الخامس والعدد 32. فإذا نرى أعزائي أن الرب يريد منا أن نتمسك بكلمة الله، لا نخرج عنها يمينا أو شمالا، نتمسك بها. وهذا بالضبط ما قاله الرب ليشوع. عندما نقرأ في كتاب يشوع والإصحاح الأول نرى أن الرب يتكلم معه ويقول له: كن شديد البأس، ثابت القلب، وتطع كل حرف من حروف الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تحد عنها يمينا أو شمالا لكي تفلح. هذا الكلام لنا يعني أن الرب يريدنا أن نتمسك. حقيقة بسيطة جدا لكنها أساسية جدا. والشيء المحزن أنه عندما نرى الآن الكنيسة في كل أنحاء العالم، نرى أن هناك أشياء كثيرة تقال وتفعل بدون أي سند كتابي، بدون أي أساس كتابي. والرب قال ليشوع: حينئذ أنت سوف تفلح. لهذا السبب كثيرين في هذا العالم لا يفلحون. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن كلمة الله. نحن نحتاج أن نرجع إلى كلمة الله. انظروا أعزائي ماذا يقول هنا الرسول بولس لي، تكلم هنا لكنيسة أهل كورنثس، الرسالة الأولى صح الرابع، يقول: وهذه الأشياء أيها الإخوة قد وصلتها بتشبيه نفسي ولأبولوس من أجلكم، حتى تتعلموا فينا أن لا تفكروا فوق ما هو مكتوب. للأسف الشديد كثيرون في هذا العالم يفكرون في فوق ما هو مكتوب، يفعلون أشياء، يقولون أشياء هي ليست مكتوبة في الكتاب المقدس. نحن يجب أن نكون صاحين ونتمسك بكلمة الله. يسوع المسيح قال: السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. عقيدتنا مبنية على الكتاب المقدس وعلى الكتاب المقدس فقط. العقيدة المسيحية الصحيحة مبنية على الكتاب المقدس، كتب التوراة والأنبياء والمزامير والإنجيل. يجب على كل إنسان مسيحي في هذا العالم أن يتمسك بالكتاب المقدس، أن لا يخرج ولا يفكر في فوق ما هو مكتوب، لا يخرج عن الكتاب المقدس لا يمينا ولا شمالا، بل أن يبقى في الكتاب المقدس. هذا هو سر النجاح، سر النجاح الروحي، أن نتمسك بالكتاب المقدس. أنا أتذكر أن الرب يقول أن كلمة الله تحيا وتبقى إلى الأبد، ولا أحد يستطيع أن يحرف كلمة الله، وكل من حاول فشل وفضح فضيحة رهيب جدا. إذن أعزائي، الأساس الأول
الأساس الأول هو أن نتمسك بالكتاب المقدس، نتمسك بكلمة الله، لا نخرج عنها يمينا أو شمالا، لأن كلمة الله هي الحياة، هي الحياة. لا أريد أن أطيل لأن الموضوع بسيط جدا. إذا أعزائي، مختصر مفيد، الأساس الأول هو أنه يجب علينا أن نتمسك بالكتاب المقدس، نخرج عنه يمينا أو شمالا. سوف نعود إليكم بقوة يسوع المسيح مع الأساس الثاني والثالث والأكثر إن شاء الله. تحياتي لكم وأراكم قريباً.